الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا هو تعظيما لشانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سلمكم الله في الدنيا والآخرة. حديثنا اليوم عن ذكر هو شعار الدين الأعظم، وسماؤه الأظهر، هو عنوان التوحيد، هو العروة الوثقى وكلمة التقوى، هو القول الثابت السديد، هو لا إله إلا الله. فعن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهو أفضل شعب الإيمان. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث والأثر كلهم بسندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. وقد ذكر إمامنا القرطبي في تفسيره عن ابن عباس أن العروة الوثقى والقول الثابت هو لا إله إلا الله. وقد وردت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل هذا الذكر، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، أي كأنه أعتق 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، وهو جنة العبد ووقايته من النار. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم عليه الله جل وعلا النار. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فطيبوا معشر الكرام، طيبوا أنفاسكم بذكر لا إله إلا الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.